الاهلي عنده مهاجم وهمي والزمالك عنده مهاجم وهمي، اشمعنى مهاجم الاهلي الوهمي هو اللي كسب؟ ده اللي ممكن نتكلم من خلاله عن مباراه السوبر. جونيور اجاي كان كل ما طارق حامد وفرجاني ساسي بيزيدوا كان بينزل لتحت، طبعا الاهلي هو الاصفر الزمالك هو الاخضر، جونيور اجاي كل ما كان بينزل هنا كان بيعمل ارتباك كبير جدا للزمالك، بيستلم الكوره بمنتهى الاريحيه لان واضح ان ميتشو ما كانش مذاكر للاهلي، ما كانش عارف ان دي حاله ممكن تتعمل قدامه، حاله المهاجم الوهمي، وبالتالي ما كانش مدي اللعيبه بتاعته تعليمات هل مثلا المفروض قلب الدفاع ينزل مع جونيور اجاي؟ هنا هيبقى في ريسك ان المساحه دي كلها تظهر، ووقتها رمضان صبحي كان ممكن يزيد ويأذي دفاع الزمالك، فمحمد عبد الغني كان خايف ان هو يزيد مع جونيور اجاي. طب هل المفترض طارق حامد كان يسيب الملعب ويسيب بنى اللعب ويركز مع جونيور اجاي؟ وقتها كان مجدي قفشه هيستلم الكوره بمنتهى الاريحيه وهيقدر ياخد مساحه على الزمالك ويقدر يشد ويجبر لعيبه الزمالك انها كلها ترجع لورا، ولان ما كانش واضح عند حسابات لعيبه الزمالك احنا هنعمل ايه في الموقف بتاع جونيور اجاي ده، ففضل طول الشوط الاولاني جونيور اجاي هو البطل، وطول الوقت الزمالك مش عارف يتصرف مع الموقف ده، كان بينزل جونيور اجاي يقف جنب فرجاني ساسي او طارق حامد وينضم مجدي قفشه للكتيبه، ووقتها كمان، وهنا واحده من الحاجات اللي بتبين جرأه ريني فايلر وواحده من افكاره، ان الارتكاز الثاني اللي هو كان في معظم الوقت عمرو السوليه لازم يزيد هو كمان، فكانت النتيجه ان في ثلاثه من الاهلي ساعات بيبقوا اربعه كمان موجودين على اثنين بس من الزمالك، فاتبلع وسط الزمالك تماما وحصل انفصال تام بين خط الوسط ده وخط الهجوم ده، بالذات ان المجموعه بتاعت الزمالك اللي كانت بتحاول تلعب على الوينجين وتبني اللعب من على الوينجين قابلت مشكله كبيره جدا بسبب مره ثانيه جرأه فايلر، ان مثلا الكره هنا مع شيكابالا، حمدي النجاس حاول يخرج له عشان يساعده، جونيور اجاي مره ثانيه كان بينزل بيبقى مع رمضان صبحي ومع علي معلول، فكانت بتبقى النتيجه ان في ثلاثه موجودين على الاثنين اللي موجودين على الوينج، طيب هيروح لهم اشرف بن شرقي موجود معاه حمدي فتحي، فاتقفلت المساحه دي تماما. ايه الجرأه في اللي احنا بنقوله ده؟ طبيعي في المباريات الكبيره اللي زي كده كنا شفنا واحد مان تو مان هنا واحد مان تو مان هنا، وبالتالي وقتها كان هيبقى الموقف 2-2، ولو فرجاني ساسي زاد او اي حد زاد مع الزمالك كان عمل له كثافه عدديه وخرجوه، انما الاهلي فضل انه ما يراقبش حد، مفيش عندي ادنى مشكله ان اللاعب ده يكون لوحده لان انا هقطع الكوره اصلا ومش هخليك تعرف تنقل الكوره للناحيه دي. نقطه فيها ذكاء من ريني فايلر، فيها مخاطره من ريني فايلر، واللي بيخاطر يا اما بيخسر قوي يا اما لما بيكسب بيحس ان هو كسب بلعبه معلمه هو اللي عملها في ارض الملعب، فدول كانوا نقطتين مهمين جدا.